رسميا منع احمد ابو الفتوح من السفر الى السعوديه طبعا للعب مباراه السوبر الافريقي. تعال اقول لك التفاصيل وتعال اقول لك وضع احمد ابو الفتوح الفتره القادمه لحد طبعا جلسته اللي هتكون في شهر اكتوبر. طبعا المسؤولين طبعا عن المطارات والمسؤولين عن الجوازات طبعا يا جماعه طلبوا من اداره النادي الزمالك اداره النادي الاهلي طبعا ان يبعت لهم القائمه قائمه اللعيبه اللي هيشوفوا او يعملوا تحريات ان هل اللاعبه دي تقدر تسافر معلاش اي مشاكل الى طبعا الى السعوديه ولا اللعيبه دي عليها مشاكل. طبعا احمد ابو الفتوح اتبعت اسمه في القائمه الاوليه او ال20 لاعب اللي هيسافروا. الكلام ده امبارح في خلال 24 ساعة احمد الفتوح خارج قائمة نادي الزمالك. ليه يا جماعة؟ بكل تفصيلة، لان احمد ابو الفتوح لسه على ذمة القضية. طالما لسه على ذمة القضية يبقى ممنوع منعا باتا يا جماعة انه اللاعب عليه او على ذمة قضية كبيرة زي دي وقلب السوشيال ميديا وقلب الرأي العام ان هو يسافر. بيبقى في حظر سفر. حظر سفر لمين؟ لاحمد ابو الفتوح. فابو الفتوح خارج قائمة نادي الزمالك في مباراة السوبر الافريقي اللي ان شاء الله تقام يوم الجمعة على ملعب الارينا او الملكة ارينا، الملعب الكبير الملعب المتميز جدا جدا جدا. ده امر. الامر الثاني اللي عايز اتكلم فيه خاص بنادي الزمالك، زيزو في تصريحات من وجهة نظري عنترية او تصريحات برضو من وجهة نظري فيها قوة للشخصية، قال لك احنا دايما فرصنا في المباراة النهائية قوية جدا، دايما نادي الزمالك بيلعب على تتويج، النادي الاهلي نادي كبير نادي عظيم، الا ان احنا برضو فريق قوي وتيم منضبط وتيم متميز جدا جدا جدا. دي تصريحات احمد سيد زيزو. تصريحات كابتن طارق السيد اللي طبعا طريقته مستفزه، الشهير بالعصفوره. انا بصراحه شايفه راجل زملكاوي محب جدا نادي الزمالك، بس تصريحاته برضو فيها استفزاز زي احمد بلال كده. برضو ده من الناس اللي مالهاش دور في نادي الزمالك، زيه زي شويه الناس اللي مالهمش اي دور لا في اهلي والزمالك بيطلعوا يركبوا ترند. طلع وقال لك احنا مش هنلعب البرازيل عشان نخاف. يا عم ده انت لو تلعب الترسانه مش النادي الاهلي لازم تخاف، ده نهائي بطوله وبطوله قاريه وهتاخد فيها فلوس كويسه جدا وهتاخد فيها وضع متميز جدا واسمها بطوله دخلت طبعا خزينه النادي بتاعتك. يعني دخلت خلاص النادي الزمالك اخد بطوله قاريه او اخد بطولتين في سنه واحده، كونفدراليه والسوبر الافريقي ان شاء الله. انا كراجل زملكاوي اتمنى الزمالك. اي حد اهلاوي اتمنى ان بنحترم النادي الاهلي وبنقدره، الا ان نادي الزمالك كوضع فني الاهلي اعلى انا من وجهه نظري بكتير. سكواد النادي الاهلي اعلى بكتير، استقرار النادي الاهلي اعلى بكتير، بس دايما البطولات اللي بتبقى من ماتش واحد حساباتها بتبقى مختلفه شويه. فده طبعا بالنسبه لايه يا جماعه؟ ده بالنسبه لتصريحات كابتن طارق السيد او العصفوره او طبعا نجم نادي الزمالك السابق. عايز اتكلم كمان بالنسبه لشيكا. شيكا طبعا طلب من جماهير نادي الزمالك الدعم التام طوال المباراه سواء كانت النتيجه، قال ان شاء الله بسعى ناخد بطوله قاريه كبيره جدا مع نادي الزمالك، ان شاء الله نكون مركزين، ان شاء الله باذن الله هنبقى على اتم الاستعداد نقدر نكسب المباراه. عايز اتكلم كمان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك طلع وهاجم الحكم الليبي، وده طبعا انفير خالص. المفروض الطبيعي ان انت تلتزم لان الاتحاد الافريقي هو اللي معين الحكم الليبي الشلماني، طبعا ممتاز الشلماني من الحكام اللي انا شايفهم حكم متزن حكم كويس، لا ليه علاقه باهلي ولا ليه علاقه بزمالك وجاي من دوله عربيه شقيقه وجاي طبعا حكم العالم كله شايفه الدنيا كلها شايفاه، فطبيعي الراجل عايز يطلع باحسن مظهر ممكن لا هجام الاهلي ولا هجام الزمالك. فالهجوم اللي على الراجل ده انا بصراحه مش عاجبني من الكابتن او من الاستاذ او من الاعلامي احمد سالم المتحدث الرسمي او المتحدث الرسمي الاعلامي باسم نادي الزمالك. نادي الزمالك وخد مني بنسبة 99.9 ملف الصفقات مقفول لغاية بعد السوبر. وهقول لك على حاجة، لو نادي الزمالك كسب السوبر مش هيجيب صفقات تانية، لو خسر السوبر خد مني عشان الدنيا تهدى هيبقى في من صفقتين لثلاث صفقات مع او لنادي الزمالك. مش كورناد مش لك من اللعيبة المتميزة جدا، وشايف لو جوميز اعتمد على سرعاته هو وزيزو هيبقى في حاجة كويسة قوي قوي في خلال المباراة بالنسبة لنادي الزمالك. كل التوفيق لنادي الزمالك، كل التوفيق للنادي الأهلي، وأحلى مساء لكل المصريين. السلام عليكم.